السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. أنا معكم المهندس عبد الله السالم في الجزء السادس من اللي هو تحديات الجافا سكريبت. طبعا إذا شاهدتوا المقاطع اللي قبل أو الأجزاء السابقة راح تلاحظون إن إحنا شفنا اللي هو التحديات السهلة. اليوم راح ندخل في التحديات الصعبة، راح نحل 6 تحديات من التحديات الصعبة، من ثم بنعود إلى التحديات المتوسطة. اللي فش اسمه فتفضلوا ويانا، ولكن قبل لا تفضلوا ويانا بغي أقول لكم رسالة تهنئة إلى الأشخاص اللي قبلوا في اللي هو المعسكرات القائمة حاليا في كافة المجتمعات. البركة من قبله، الله يوفقكم جميعا. بالنسبة حق الناس اللي من قبله أو اللي هم في الانتظار، اللي في الانتظار حاولوا تحصلوا المزيد من النقاط في التحديات، والله يوفقكم إن شاء الله. وبالنسبة حق الناس اللي جات لهم رسالة رفض، لا بأس، ليست هذه النهاية. حاولوا مجددا أنكم تعرفون الكثير عن لغات البرمجة، وخاصة اللغة اللي أنتوا قدمتوا عليها. مثلا تقدمت على جافا سكريبت، معناته إن شاء الله أنك أنت فهمت بعض الأشياء خلال الاختبار اللي أخذته في المعسكر أو الانضمام للمعسكر. فحاول أنك تستمر، لا تيأس، وإن شاء الله الله يوفقكم إن شاء الله في المعسكرات القادمة. بسم الله الرحمن الرحيم، خلونا نبدأ في اللي هو التحديات. بداية راح نبدأ مع تحدي تحويل رقم ثنائي إلى رقم ثماني. في البداية أنا أبي أشرح زين عن الأنواع الموجودة في اللي هو الأعداد هذه. زين، في عندنا مثل ما تشوفون في الصورة اسمهم نمبر سيستم. زين، نمبرينج سيستم. زين، السيستم الأول اللي هو الباينري. الباينري يعني الأرقام الثنائية. الأرقام الثنائية هي الصفر والواحد. الصفر والواحد هي الأرقام الثنائية اللي يسمونها باينري. طيب، في أيضا نوع ثاني اسمه أوكتال. أوكتال أو معناته ثماني. زين، ومن اسمه هو ثماني، يعني في 8 أرقام. نعم صحيح، كذلك هو فيه 8 أرقام يبدأ من الصفر إلى السبعة. زين، وفي عندكم الديكامل. زين، وهو الأرقام العشرية. العشرية من أيضا من اسمها تبدأ من الصفر وتنتهي بالتسعة. وفيه الهكس ديكامل. زين، وهي اللي تبدأ من الصفر إلى التسعة. بعدين في حروف أيضا فيها اللي هي الـ A والـ B والـ C والـ D والـ E والـ F. هذه طبعا كمثال عليها الألوان اللي موجودة في الـ HTML. زين، إذا أنت برمجتوا الـ HTML ممكن تشوفون الألوان كيف إن احنا ننتقيها باللي هو شو اسمه الأعداد اللي هو الهكس. الهكس دي اللي هو الـ 16. جميل، الآن بما أن احنا فهمنا شو القصة تماما، راح نبدأ في التحدي. التحدي شو يقول؟ يقول تحويل رقم ثنائي إلى رقم ثماني. جميل، وصف التحدي: قم بكتابة فانكشن تستقبل متغيرا من نوع سترينج يعبر عن قيمة ثمانية. حلو، القيمة ثمانية اللي تجي على كلامهم. طيب، حلو، ثم قم بإرجاع النتيجة بعد التحويل إلى قيمة 26 اللي هي أوكتال نمبر. بس الأوكتال نمبر هي رقم الثماني، فممكن هني في خطأ. بنوع انتجر. جميل، الآن خلونا نحاول إن احنا نحل هذا التحدي. جميل، بسم الله. اللي بنسوي بداية راح نقول له اللي هو ال بي. زين، فبنقول له var اللي هو، بعدين بنحط متغير هو يبغينا نرجع اللي هو باينري، أو لا نرجع أوكتال. نعم، نرجع أوكتال، راح نستقبل الباينري ونرجع أوكتال. جميل، فبنقول له المتغير أوكتال. جميل،
يساوي بعدين بنقول له بارس. هذه ركزوا عليها وحاولوا تحفظونها، هذا حق التحويل. جميل، ايضا حتى نقدر نستخدمها في تحويل اللي هو الاشياء، مثلا النصوص الى ارقام، زين، فممكن نستخدمها. فالان بنقول له بارس انتجر، زين، بعدين بنحط اللي هو ان هذه عبارة عن باينري، زين، بعدين بنقول له انه هو ثنائي، لجلنا ثنائي، حلو جميل. بنقول له بعدين حوله تو سترينج، حلو، طيب تحوله الى شنو؟ ثماني، نبقي ثماني بهالشكل. بعدين بنقول له يلا رجع لنا لهند ريتيرن، ما نقدر نرجع على طول بس انا حبيت نسوي زي كذي اوكتال، وبعدين بس خلينا نركز على الهجاء. يا سلام، بسم الله، خلينا نجرب نجرب، يا سلام، ممتاز. الآن حلينا التحدي الأول. التحدي الثاني تحويل رقم ثماني إلى رقم ثنائي. الآن العكس، راح نستقبل ثماني ونحوله إلى ثنائي. احنا بما أن احنا فهمنا الأولى راح نفهم الثانية مباشرة، لأن ما في فرق أصلا بين الأولى والثانية، بس هالمرة بستخدم الريترن بشكل مباشر بس عشان ننوع، من أجل أنها تعم الفائدة، نوع الطرق. بارس بارس، زين، بعدين بنقول له انتجر، زين، بعدين بنقول له انه عبارة عن اللي هو المتغير اللي جلن اللي هو اوكتا، اوكتا، جميل. بعدين بنقول له ان هذه الاوكتا في حقيقة الامر ثماني، واحنا نبقى نحول الى شنو؟ الى ثنائي، تو سترينج. بس خلينا نقرأ السؤال قبل هذا، نتأكد عشان ما يكون عندنا خطأ. تحويل رقم ثنائي إلى رقم، أو رقم ثماني إلى رقم ثنائي. وصف التحدي: قم بكتابة فانكشن تستقبل متغيرا من نوع انتجر يعبر عن قيمة ثماني أوكتال نمبر، ثم قم بإرجاع النتيجة دي بعد التحويل لقيمة 6 عشرية باينري نمبر بنوع سترينج. جميل جميل، نفس اللي احنا نفكر به. جميل، اللي بنسويه حاليا ان احنا بنقول له ان شغلنا صحيح. اوه، في خطأ بسيط، زين، الخطأ البسيط ان احنا بس ما حطينا هنا 2، زين، العيلة، زين. الان تمام، الان ممتاز 100%. جميل، الان راح نحل ايضا سؤال فصل الكلمات، زين، فصل الكلمات. خلينا نقرأ الكلمات، فأول نقرأ السؤال. فصل الكلمات: وصف التحدي: قم بكتابة فانكشن تستقبل قيمة نصية من نوع سترينج. تقوم الفانكشن بفصل الكلمات عند ملاحظة حرف كبير بوضع مسافة وتحويله لحرف صغير، ثم قم بإرجاع النتيجة من نوع سترينج. المخرجات المتوقعة انه يحط لنا مثلا هني، يحط لنا عبارة هالو وورد هني، لو تلاحظون انه هو اللي هو شو اسمه الدبليو في الوسط هنا، هذا يسمونه شنو؟ كامل باك، كامل باك كيس، هذا يسمونه عموما. فالان حطها بهالشكل، يقول لك انه اذا وصل حق هذه الحرف الكبير اقطعه وحط لي مسافة ورتب الامور ورجع عليه. طيب، الان فهمنا السؤال تماما. الآن اللي بنسويه 3 أمور. أول شيء بنسويه المتغير اللي يجي لنا، زين، سولة تقطيع، أخذناها قبل في الأجزاء السابقة إن إحنا كيف نقطع اللي هو النصوص ونحولها إلى مصفوفة عن طريق الدالة سبلت. جميل، فالآن اللي بنسويه مباشرة ان احنا بنجي هني بنعرف متغير جديد بنسميه مثلا words. جميل، بعدين بنحط في words اللي هو المتغير اللي اخذناه اللي هو txt اللي اخذناه من المستخدم، بنسوي له السبلت. بس ركزوا وياي في السبلت الحالي، لان احنا اذا قلنا له سبلت حاليا مثلا مسافة ما بنستفيد، وما في مسافة اصلا، يعني في الاجزاء السابقة تعلمنا عن المسافة.
هالمرة لا، ما بنتعلم على المسافة، راح نتعلم على شيء مختلف. الآن نتعلم على اللي هو الحرف الكابيتال. في حالتنا وجود حرف كابيتال، أول شيء راح تفتح هالشكل كأنك قاعد تعلق، عرفت؟ بعدين بتحط اللي هو قوسين، جميل، وبعدين بتقول لعلامة استفهام بعدين يساوي، زين، بعدين تقول للنطاق اللي أنت بتفصل من، احنا نبقي حاليا نفصل نطاق لها حروف الكابيتال من الـ A إلى الـ Z. فبهالشكل احنا خلصنا. الآن سوينا سبلت حق أي حرف كابيتال، أي حرف راح يكون كابيتال راح نسوي له سبلت من هني بهالشكل. جميل. الآن راح شو اسمه، راح نقول له اللي هو الوردز، عذرا، راح نقول له اللي هو الوردز، اي نعم، الوردز اللي اخذناها نبقى نطبق عليها اللي هو لاور كيس، لان هني لو تلاحظون في السؤال شو اسمه قال لنا قم في فصل الكلام ان ملاحظة حرف كبير بوضع مسافة وتحويله لحرف صغير. اذا نحن نبقي نطبق اللور كيس او الحروف الصغيرة، نعم، نطبق الحروف الصغيرة على كافة عناصر المصفوفة. في هذه الحالة راح نستخدم المابينج نفس المرات السابقة، يعني المرات السابقة تحدثت كثيرا عن المابينج، فهالمرة بنسوي له مابينج ايضا. راح نقول اللي هو وورد مثلا، متغير اسمه وورد، بعدين بنقول له الووردز زين الموجودين حاليا. طيب الووردز المتغير اللي فوق زين المصفوفة يعني دوت ماب، زين، بعدين بنقول له متغير، هذا المتغير تقدر تحطه على كيفك، بعدين لامدا اكس جراشيا، بعدين بنقول له بعدين بنقول له نيم نفسها دوت تو لوار، تو لوار اللي هي دال اللي شو تسوي؟ تاخذ الحروف الموجودة كلها، الكبير الصغير من ما بسوي فيه شيء، الكبير راح تخليه صغير بهالشكل. حلو. فالآن طبقنا اللي هو الحروف الصغيرة على كل عناصر المصفوفة. جميل. الآن هل احنا خلصنا؟ لا، هذا مو بهذا هو اللي يبي، هو يبقيك ترجع للقيمة وتخلي مسافة مثل ما نشوف هنا مسافة بين الكلمات. فالحين بقى آخر نقطة ويكون ان احنا خلصنا هذا التحدي باذن الله. فالان نقول له ريتيرن، ارجع وورد، حلو، دوت ريديوس، حلو، ريديوس، بعدين بنقول له في عندنا لامدا اكس جراشيان اللي هو اي وبي، من ثم بنقول له طبق هذه على الاي، بعدين سو مسافة بين الـ A والـ B، يعني سو مسافة بين اللي هو كل عناصر المصفوفة، زين، ما بين عناصر المصفوفة. فالآن شو بيصير؟ الآن اللي بيصير إنه هو بيسويه نفس المطلوب تماما، بس خلينا نجرب. يا سلام، سواها بشكل ممتاز. حلو. الآن خل نروح على طرح اللي هو خلنا نشوف كم حلين، 1 2 3. جميل. الآن خل نروح على جمع عددين داخل قيمة نصية. خلينا نشوف هذا السؤال. هذا السؤال شو اسمه يقول بالضبط؟ خلينا نشوف. جمع عددين داخل قيمة نصية، وصف التحدي، قم بكتابة فانكشن تستقبل قيمتين نصيتين من نوع سترينج، في حال كانت القيمتين المدخلتين تحتوي على أعداد تقوم الفانكشن بجمع الأعداد وإرجاعها كقيمة نصية، وفي حال كانت أحد المدخلات تحتوي على أحرف تقوم الفانكشن بإرجاع سالب واحد كقيمة نصية. جميل. يعني في حالة أن الأعداد سليمة سوي العملية الحسابية، في حالة أن
في مدخل نصي او مدخل، نعم في مدخل نصي طلع لي صرف واحد بس، هذا اللي ابيه بكل بساطة. فالان بكل بساطة شو بنسوي؟ راح نجي ونسوي له اللي هو في البداية نسوي العملية عشان نفتك. اللي بنسوي حاليا بنسوي ريزولت يعني النتيجة، حلو متغير النتيجة، بعدين بنقول له بارس، هذه اللي استخدمناها قبل شوي زين، بس احنا بنستخدمها بطريقة مختلفة. بارس انت، بعدين بنقول له في هذه نحو نبقي النمبر الاول، الرقم الاول زين، والرقم الثاني بارس انتجر، بعدين بنقول له نمبر 2. جميل، من ثم بش بنسوي؟ بنستخدم اللي هو ميثود او فانكشن موجودة في شو اسمه في الجافا سكريبت جاهزة، اسمها از نان. از نان تشوف لنا اذا كان هذه والله في خطأ او لا زين. فاذا في خطأ على طول ترجع لي سالب واحد. فالان بنشوف بنحط الريزولت، حلو بنشوف الريزولت، هذا الريزولت ريزولت زين. فاذا كانت هذه ترو، طبعا ترو قيمة افتراضية فانا ما حطيته هنا، نقول له ريتيرن زين، بعدين رجع لنا سالب واحد لهنت. في حالة انه لا والله سليم حكينا وممتاز، رجع لنا ريتيرن زين ريزولت نفسه، بس سهلة زين. رغم انها هي صعبة الا انها هي سهلة. يلا بسم الله، 1 2 3 نجرب. يا سلام زين. الآن خلنا نشوف أيضا ماذا عندنا. الآن طرح عددين بدون علامة الطرح، هذه فيها لفة ودوران فانتبهوا منها. هذه يا طوال العمر والسلامة، طبعا أنا على حسب بحثي ممكن 107 يكون حالهم مختلف، ولكن أنا على حسب حاليا إن في طريقة أخرى عندنا طرح بدون علامة الطرح من خلال الباينري زين، اللي هو من خلال الباينري. نعم، هل وجدت طريقة ثانية؟ أنا ما شفت طريقة ثانية، لكن اللي شفته طريقة الباينري فقط. ممكن الموجودين الأشخاص اللي حلوا 207 إذا طالعوا هذا الفيديو يكتبون لنا في التعليقات الطرق اللي هم استخدموها. أنا استخدمت في طريقة الباينري نجحت وياي. ممكن انهم ايضا استخدموا طريقة الباينري، بس خلينا نشوف ردودهم في التعليقات. طيب الان خلينا نشوف اللي هو الطريقة اللي راح نستخدمها هنا. بس خلينا نشوف اول شيء السؤال، طرحوا عددين بدون علامة الطرح، وصف التحدي، قم بكتابة فانكشن تستقبل عددين موجبين من نوع انتجار، تقوم الفانكشن بطرح العددين بدون استخدام علامة الطرح ناقص، ثم تقوم بإرجاع ناتج عملية الطرح بعد ذلك. جميل، فهني يطرح بشكل عادي، ولكنها ما تستخدم عملية الطرح. جميل، فالإجراء الأول اللي احنا بنسويه هو ان احنا بنجي لهني وبنقول له في حالة ان كان الرقم الثاني زين يساوي الصفر، بما ان الرقم الثاني يساوي الصفر مباشرة ايش بنقول له؟ بنقول له ان النتيجة هي اللي هو الرقم الاول وانتهينا. جميل، ومن جهني بنقول له return زين return number one وانتهينا خلصنا. في هذه الحالة خلصنا على طول. طيب في حالة انه لا والله ما كان كذلك زين، اللي بنسوي حاليا اللي بنسويه وركزوا عليه جيدا، لان هذه شوي يبقي له تفتيح ذهن، ويبقي لنا يبقي له ايضا انك تاخذ دورات في الباينري. جميل، فهني بتقول له وايل، بعدين بتقول له ان الوايل هذه بتظل مستمرة ما دام النمبر 2 زين لا يساوي الصفر.
زين حلو. فالآن نفتح قوسين، داخل القوسين راح نقول له let، زين بعدين بنقول متغير من رأسنا على كيف نسميه، أنا بسميه borrow، جميل. بعدين بقول له يساوي، وانتبهوا على هذه، بعدين بكتب بحط له تلده. وتلده ايش وظيفة التلده؟ التلده في الباينري قبل شوي تعلمنا ان الباينري يعني يحمل اللي هو صفر وواحد، زين هو 8 خانات تقريبا او ما ادري كم خانة يعني، بس يحمل صفر وواحد صفر وواحد صفر وواحد، هذا اللي يحملها فقط. فالتلده ايش تسوي؟ تقوم بانه تغير قيم الواحد، اي واحد موجود يصير صفر، واي صفر موجود يصير واحد، زين تعكس اللي هو القيمة، زين. من ثم بحط اند، زين بحط بعدين اللي هو النمبر 2، جميل. من ثم ايش بسوي؟ اللي بسوي الحين اور اللي هو نام 1 يساوي نام 1، بعدين هذه الكارتل اسمها، بعدين نام 2، زين. واخر شيء راح اسويه اللي هو نام 2 يساوي البرو، بعدين نحط سهمين بهالشكل، واحد السهمين يعكسون الأحمر. بس ممكن أيضا اللي ممتاز وشاطر في الباينري يشرح لنا أيضا في التعليقات، لأن هني اللي هو الأمور يعني تحتاج إلى بعض الخبرة من ناحية الأشخاص اللي عندهم باينري، فممكن يساهمون ويانا. زين أنا حاولت إن أنا أفهم، بس هني هذه الموضوع ممكن يحتاج إلى شخص خبير في الباينري أكثر. فبهالشكل راح يكون الحل والله العالم. خلينا نشوف نجرب، بسم الله، يا سلام، حلو. الآن آخر مسألة في حقيقة الأمر، إن هذه المسألة الآن آخر مسألة وفي حقيقة الأمر إن هذه آخر مسألة أنا أشوفها سليمة 100%، ولكن الموقع يقول إن هي خطأ. في طرق ربما أفضل، ولكن أنا اخترت هذه الطريقة. الآن اللي بنسوي بنجي بنقول له R لو array، يعني بعدين بنفتح array فاضية، بعدين بنقول له result، وال result تساوي صفر، جميل. من ثم راح نقول له F، بعدين بيقول له الاكسباير الاكسبريشن يعني اللي جت لنا الجملة يعني. بس خلينا نشوف أول شيء نقرأ السؤال عشان ربما تكون في أفكار حلوة. التحقق من العملية الرياضية، وصف التحدي، قم بكتابة فانكشن تستقبل قيمة نصية من نوع سترينج. تقوم الفانكشن بالتحقق، هل القيمة النصية تمثل عملية رياضية أم لا؟ ثم قم بإرجاع النتيجة من نوع بوليان. جميل، حلو حلو. الآن بس يكون ترو وفولس يعني في الأخير، حلو. فالآن بنجي ونقول له هل الجملة اللي جات لنا زين تحتوي على يعني include this، حلو. بعدين نقول له إذا كانت تحتوي على موجب، زين زائد، حلو. إذا كانت تحتوي على موجب إيش بتسوي؟ تعال لنا وسوي لنا شيئين بس، زين. الشيء الأول إنك أنت الـ array هذه اللي إحنا عرفناها فوق، حط فيها سبلت، بعدين تقول له طيب expire
سبريشن. طيب بعدين بنقول له دوت سبلت، بعدين بنحط فيها بلس، وكذي خلصنا هذه الأولى الجملة. بعدين بنقول الريزولت، بالنسبة حق الريزولت فأنت بتسوي اللي هو شيئين، اللي هو الريزولت بتاخذ الريزولت بتحطه هني. بعدين بتقول لي الريزولت يساوي بارس انتجر، واليوم استخدمناها واجد بارس انتجر، أتوقع أنها صارت مفهومة. زين بارس انتجر، بعدين بتحط الأري 1 0 عذرا، الري 0 يعني القيمة الأولى، هذه القيمة الأولى تبدأ بالزيرو. جميل، بعدين بنقول له اللي هو اجمع هذه القيمة الأولى، اجمعها عذرا طرحني زين مع بارس، عشان نختصر الوقت خلينا ننسخ اللي هو القيمة الثانية، ويكون بهالشكل أخذنا اللي هو القيمتين. طيب الآن else if، بعدين بنقول له إذا كان بهالشكل، إذا كان ضرب مثلا if else else if، مثلا ضرب، بنجي وبنحط هاتين القيمتين نفسهم بس بنغير الإشارات، لازم نشيك على الإشارات يا الربع، لأن الإشارات ممكن تقلب الدنيا. جميل، هني بنحط الضرب على سبيل المثال، وهني بنحط اللي هو else if. بعدين بنجي ممكن نسحب نفلت زين، ونقول له هني مثلا اللي هو القسمة مثلا، بعدين ناخذ القيمتين اللي هني ولا تنسون الإشارة مطلقا. زين، والآن راح نقول له شنو الباقي، الباقي الطرح وباقي القسمة. else if هذا الطرح، أنا ما جابني طرح بس ما عليه، حطه أنا طرح من العمليات الحسابية. جميل، فالآن بنجي ونحط هذيلي، وهذا الطرح، والآن بقى آخر عملية وهي عملية باقي القسمة. طبعا هذه المسألة شوي طويلة بس معلش أنا آسف، شوي هي كذي ولا ودي ان تخلص بسرعة. جميل، فالآن بنشيك هذه، لا صحيح حلو، الآن بنقول له اسباب القسمة. حلو، الآن آخر شيء، في حالة أنه ما كان في ولا شيء من العلامات الموجودة فوق، زين راح نقول له مباشرة return false. جميل، زين، وفي حالة أنه في الأخير طبعا بقى له آخر شيء أنه هو في حالة الايرور، راح ايضا نعرضها على بالنسبه حق الريزولت. زين راح نقول له از نان، اذا كان نان بالنسبه حق الريزولت طبعا ريزولت، زين مباشره
رجع لي return false، وفي حالة أنه لم يكن كذلك رجع لي الريزولت لهند return result. طبعا بالتأكيد في حلول أقصر بكثير من حالي. هذه حالي ما أتوقع أنه بيشتغل في الموقع، لكنه يشتغل في اللي هو الـ في الـ Visual Studio Code. بس خلينا نشوف الحين، نشيك عليه قبل كل شيء. الآن بالنسبة حق اللي هو include this، مظبوط زين. فهني بنجي حق اللي هو الجملة، هل تحتوي على بلاس؟ في حالة تحتوي على بلاس سوي لي سبلت، بعد سوي لي سبلت اجمعهم ورجع لي القيمة هني اللي هو في المتغير اللي احنا حطيناه فوق زين. في حالة انه ما كان كذلك، ما كان يعني في بلاس، راح حق اللي هو الضرب او النجمة. في حالة انه موجود نجمة رجع لي اللي هو، في حالة انه نجمة سوى سبلت واجمع واضرب عذرا، وبعدين رجع لي اللي هو، لحظة بس، لا في حالة ذا رجع لي ترو عذرا يا جماعة. ممكن نحن نختصر على هذا كله ترى، صحيح. انا شوي ما ركزت على نقطة زين هني، ان اذا كانت العملية سليمة زين وتساوي رقم، ما يبقى هو الرقم، هو يبقي اذا كان ذا يطلع ترو مباشرة. فممكن ان احنا نستغني عن هذه كلها زين. ايه لا ما ممكن، بس نحط كذي بعدين نقول له في حالة انه ذا طلع لنا ترو وخلصنا. اي حلو جميل. الان اتوقع ان الحل سليم 100%. انا ما ركزت على انه يحتاج ترو وفولس ترى، للتو اركز عذرا. بسم الله هنجرب. بسم الله الرحمن الرحيم. يا سلام، جاب لنا النتيجة اللي احنا المأمولة. طبعا هذه التحديات الموجودة عندي اليوم، 6 تحديات. أشكركم على المشاهدة، بإذن الله نلتقي في اللي هو الجزء السابع قريبا. طبعا راح أعود إلى اللي هو التحديات المتوسطة، ولكن اليوم حبيت إن أنا أدخل في التحديات الصعبة. يعطيكم العافية وشكرا جزيلا لكم، مع السلامة.